السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم بخير وسعادة ورمضان كريم، وربنا يجعل السنة دي كويسة ويبعد عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. ان شاء الله النهاردة هنصمم حالة واتس بمناسبة شهر رمضان. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي محمد، ويلا بينا نخش في التفاصيل. ورجعنا لكم مرة تانية، والنهاردة ان شاء الله هنشتغل على البرنامج، برنامج كي ماستر. قبل بس ما ابدأ الفيديو، الصورة دي اتصممت، الصورة اللي انا هشتغل بها النهاردة اتصممت على برنامج البي اكس ار. هسيب لك اللينك بتاع الفيديو اللي بيعلمك ازاي تصمم الصورة ديت. فيلا بينا نبدأ في الفيديو بتاعنا النهاردة. اول حاجة هنختار الخلفية اللي عندي اللي هي لونها اسود او اي لون مش مهم، وهنبدأ نجيب معانا التصميم. هبدأ اظبط التصميم بتاعي، طبعا كده ظبطت الصورة بالظبط. بعد كده هجيب بقى الفيديو بتاع اغنية مرحب يا هلال. زي ما انتم شايفين هختار بقى الفيديو اللي عندي، هو ده الفيديو. ان شاء الله هسيب لكم تحت الفيديوهات كلها اللي انا استخدمتها تحت في اللينك في صندوق الوصف. بعد كده هغير المود بتاعها، هجيب مجموعة، وبعد كده هجيب شاشة عشان ابدأ اشيل الخلفية بتاعت الفيديو اللي لونها اسود. هبدأ اظبط مكان الفيديو بالظبط. بعد كده هبدأ أقص الفيديو اللي معايا عشان الحواف بتاعت الفيديو ما تبقاش شارب أو حادة أو كده. فهبدأ أجيب أداة القص وأبدأ أقص الفيديو عشان تبان معايا التفاصيل. أهم حاجة التفاصيل نركز عليها عشان دي اللي بتفرق في التصميم. بعد كده بس هقص الفيديوهات والخلفية اللي عندي عشان ابدأ اخلي التصميم بالظبط ينفع حالة واتس. بعد كده هجيب العلامة اللي عندي المفتاح ديت عشان ابدأ احرك التصميم، عشان اديله تأثير كده ان الصورة بتتحرك. بعد كده هجيب التعبير وهبدأ اعمل تأثير كويس برضو، اخليه عائم عشان اديله تأثير تاني برضو. زي ما انتم شايفين التأثير بيبدأ يظبط معايا. هبدأ بس اظبط الفيديو مرحب رمضان عشان ابدأ اظبط مكانه بالظبط. اعتقد كده كويس. هبدأ اجيب الفيديو التاني، فيديو برضو فيه تأثيرات او زي ما انتم شايفين. انا كده جبت الفيديو وهبدأ بس اظبط مكانه بالظبط، اختار الحتة المناسبة اللي انا هبدأ احط عليها التصميم. انا كده تمام، هبدأ اقص الجزء ده مش محتاجه، وهسحب الفيديو في الاول، وبعد كده هغير المود بتاع الفيديو من مجموعة، هبدأ اجيبها شاشة. تمام كده هبدأ اكبر الفيديو معايا، اعتقد كده تمام.
هبدأ بس اشوف الفيديو محتاج ايه، او ايه اللي ايه الكويس، مظبوط الفيديو ولا مش مظبوط، فهبدأ اشغل الفيديو كده. اعتقد التصميم كده كويس. هبدأ بقى اجيب الفيديو التاني وهعمل زي الفيديو الاولاني، هجيب هقص الفيديو وبعد كده هغير المود، وبعد كده تمام كده انا خلصت التصميم. زي ما انتم شايفين يعني هبدأ بس اقص ال زي ما قلت لكم عشان ال عشان ما يبقاش الفيديو شارب قوي، فهبدأ اعمل له عملية قص كده. بعد كده هجيب الفيديو التاني عشان برضو يديني تأثير او يدي للتصميم روح. هجيب بقى الفيديو التاني وزي ما قلت لكم نفس اللي احنا عملناه في الجزء الاول في الفيديو هنعمل برضو في الفيديو التاني، اللي هو هنقص الفيديو وبعد كده هنغير المود بتاعه وكده تمام. زي ما انتم شايفين اجيب مجموعة وبعد كده اغير المود. طبعا زي ما انتم شايفين في حواف عندي هنا باينة قوي ان هي شارب او باينة قوي، فهجيب القص زي ما قلت لكم هي دي اللي انا قصدي عليها. كده بدأ يظبط معايا. كده تمام انا خلصت الفيديو. هدوس بقى حفظ عشان ابدأ احفظ معايا الفيديو. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنساش تشغل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك في تصميم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدك صار نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان.